مساءكم مشاهدينا الكرام، وطابت بالمحبة والخير أوقاتكم. أسبوع جديد وموضوع جديد، وبالتأكيد حلقة جديدة من برنامج حديث الشارع. حلقتنا لهذه الليلة مختلفة تماما عن بقية الحلقات، فقد سلطنا الضوء على موضوع في العادة لا يهتم به الآخرون على الرغم من سعة انتشاره ومنفعته، فلذلك قررنا الحديث عنه الليلة كبادرة تشجيعية ومناصرة إعلامية لأهم شريحة في المجتمع. هذه الشريحة تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر. أعزائي، موضوع حلقتنا عن مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في التمكين الاقتصادي النسائي. فلا يخفى عليكم مشاهدينا الأعزاء الشأن الاقتصادي اليمني وعوامله المؤثرة على الحالة السياسية والاجتماعية والإنسانية والنفسية في اليمن عامة وحضرموت خاصة. فجميعنا نعلم أن الصراع الذي يعيشه البلد في الوقت الراهن أدى إلى اضطرابات سياسية واقتصادية، ومع استمرار الحرب للعام الرابع على التوالي تزداد معاناة المواطنين في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في البلد. ووفقاً للبنك الدولي فإن 40% من الأسر اليمنية فقدت مصدر رزقها الرئيسي نتيجة الحرب، وارتفع معدل الفقر في اليمن حتى 80%، أي بالمجمل العام نحن نعيش في وسط اقتصاد هش. إلا أن المرأة بحضرموت قد أبت الخضوع والخنوع لهكذا وضع اقتصادي كارثي، حيث قررت الخوض في المضمار الاقتصادي وتمكين ذاتها اقتصاديا، وبالطبع توفير الدخل المادي لها ولعائلتها. المرأة في حضرموت استجمعت قواها من جديد، فكرت ثم عزمت فقررت. للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي. العديد من المشاكل التي لا زال يعاني منها الاقتصاد الوطني وتتفاقم حدتها يوما بعد آخر نتيجة الأحداث التي يعيشها الوطن، مما أدى إلى تأثر كافة القطاعات الاقتصادية وفقد الآلاف من العمال مصدر دخلهم جراء تلك الأحداث التي ألقت بظلالها على المواطن بشكل عام. مشاكل كبيرة وكثيرة في عجز ميزان المدفوعات وتدهور سعر صرف العملة الوطنية وتراكم الدين العام، وفي المجمل فقد تعرض الاقتصاد الوطني لخسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولار. أدت الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتتابعة إلى زيادة حادة في نسبة الفقر، حيث قدر في عام 2014 بنسبة 43%، وفي عام 2015 ارتفع المؤشر ليصل إلى 62%، ليصل في عام 2016 إلى 85%، مؤشرات في تزايد دائم في ظل عجز الحكومة والسلطات المحلية عن دفع مرتبات الموظفين في بعض المناطق. وفي ظل الأزمات كانت حضرموت تأخذ منحنى آخر، وأسهم استقرارها الأمني إلى إتاحة فرصة أمنية للسعي في طلب لقمة العيش. كان للمرأة الحضرمية دور بارز في تخطي العقبات الاقتصادية،
إذ وجدت مساحة آمنة ومستقرة لإعالة عائلتها في ظل ظروف البلاد المعيشية الصعبة، واستطاعت تجاوز القيود المجتمعية الحاكمة. العديد من النساء في محافظة حضرموت رفضن أن يكن الحلقة الأضعف بين فئات المجتمع، حيث جمعن مواهبهن المختلفة والمتعددة لكي لا يقعن ضمن ضحايا الأزمات الإنسانية، وقمن بتحويل المحنة إلى منحة. وساهمت السلطة المحلية والجهات الداعمة والمانحة في توفير العديد من فرص العمل، وقدمت المعدات والتدريب للمساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا. ويبقى السؤال، ما هو مصير الكثير من المنازل والعوائل دون التمكين الاقتصادي؟ عدنا بعد أن استعرضنا حديث الشارع حول الانتكاسات الاقتصادية التي تكاد أن تصل إلى نكبة حقيقية فعلية، ولكن هناك نساء في حضرموت غردن خارج السرب وقاموا بفرض أحلامهن وطموحاتهن ومواهبهن وهواياتهن ومهاراتهن للردع هكذا وضع اقتصادي كارثي في ظل غياب الوظائف الحكومية. المرأة في حضرموت قامت بتحويل المحنة إلى منحة. كيف ذلك؟ نتحدث عنه بعد الفاصل. عدنا مجددا وسنتحدث عن الدور الذي لعبته المرأة في التمكين الاقتصادي. لم تنتظر دعما من أي جهة، لم تنظر إلى الواقع المرير المحاط بها، لم تأبه للعادات والتقاليد العمياء التي تحفها عن يمينها وشمالها، لم تلتفت للوضع الاجتماعي المحيط والمحبط من حولها. فكرت ثم عزمت وقررت وبادرت فاقتحمت مجال العمل، ولكن بمساعدة صديقة حميمة لدى الجميع، هي صديقتهن وصديقتي وصديقتكم، هي مواقع التواصل الاجتماعي. لمعرفة بقية التفاصيل أكثر، طاقم قناة المكلا أعد لكم تقرير استثنائي فلنتابع. أنا المصورة بسمة، بدايتي كانت تصويري كله على السناب شات والإنستغرام، يومياتي وكلها كانت بالجوال طبعا. سويت طبعا دورات في الجوال في البداية، يعني احترافية عن الجوال وكيف تصورين بالجوال، تقريبا 10 دورات كانت، وكان عليها إقبال. بعد كده فكرت إنه ليش ما أدخل بالكاميرا، وليش ما أصير يعني مصورة بالكاميرا وأصور وأطلع وأجي وكذا. وما أنسى والدتي ووالدي دعموني، كمان عدوا لي أدوات استوديو كامل داخل منزلي. طبعاً دخلت إدارة أعمال دولية عشان يدعمني في التصوير أكثر، يعني التخصص يعني ما أخذته عشان إنه أشتغل بس إدارة أعمال وأترك التصوير، لا، أنا أخذته عشان يدعمني كثير في التصوير. مستحيل أترك التصوير إن شاء الله بيوم من الأيام. أبداً لا تتحطمون ولا توقفون، لا تقولون إحنا ما نقدر، أنتم بتقدرون بأبسط الأشياء، أشياء في بيتكم أنتم يعني غافلين عنها، تقدرون تصنعون منها مشاريع يعني راح تخليكم من البنات اللي ما تخلي شيء في خاطرها، كل شيء في خاطرها راح تسويه. أبداً ما تنتظر أنه متى يجيني الفلوس عشان أسوي الشيء هذا، أنت بنفسك اشتغلي، أنت بنفسك حققي طموحك عشان تصلين لطموحك. أنا رانيا أحمد، طبعاً مصممة تيمات وهدايا. بدأت الفكرة، كانت بدأتها كنت يعني جالسة على الانستغرام، كنت طبعاً بدأت الفكرة أنا وأختي مش لحالي،
فكانت البداية إنه نتفرج ونشوف يعني في البرة مثلا في السعودية في غيرها من الدول كان في أفكار زي أفكار الهدايا والتيمات كانت مش متواجدة في مجتمعنا يعني كلها خصوصا مش متواجدة، فحبينا إنه ليش ما نوفرها يعني ليش ما نجيبها ونشوف كيف يعني إنه كيف يعني قبال الناس عليها. فكانت البداية إنه بنيناها يعني في حفلة الأهل في حفلة الأصدقاء وكذا، فسوينا المشروع. طبعا بداية المشروع كان على انستغرام، ما يوجد معنا لا مكان ولا محل ولا شيء، فكانت البداية عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام واتساب والسناب على شوي شوي. فبدأنا اولا في الانستغرام كانت من عام 2014 بدأنا في المشروع، كان لسه مش حد كتير في على المواقع التواصل الاجتماعي، لكن كانت بداية يعني انصدمنا من الردود، انصدمنا من الناس يعني حبوا الفكرة بأنه كان إقبال عليها يعني ما توقعنا أنه في الإقبال يعني إحنا دخلنا عليها أنه كذا بس يعني أنه تجربة نجرب يعني. فكان يعني لها دور كبير، الانستغرام كان له دور كبير في العمل يعني وفر علينا أشياء كثيرة يعني لا عندنا مكان يعني لو وفر علينا إيجار، وفر علينا يعني أنه تخسرين مبالغ عشان ترويج تروجين حقش، فسهل تروجينه بنفس بدون يعني ما تخسرين شيء عليه. بنات اللي يعني عندهم مشاريع أو عندهم طموح أو عندهم فكرة قول لا تترددين، لأنه هي الفكرة في يوم من الأيام راح تصبح شيء كبير يعني كل شيء يبدأ بفكرة، كل شيء يبدأ بس الفكرة تحتاج عزيمة تحتاج عمل وربي يوفق كل حد. اسمي أمون سعيد بن هامل صاحبة استوديو إيلين. طبعا في البداية قبل ما أفتح المشروع كان التصوير مجرد تصوير يوميات بالجوال وأشاركها عبر السوشيال ميديا انستغرام أو الواتساب. بعدها لما حسيت أنه بدأ التصوير يأخذ من وقتي واهتمام أنه أروح أبحث عن طريق النت وأبحث عن اليوتيوب كيف أنمي هذه الموهبة وكيف أطورها، قررت أفتح مشروع أنه يكون استوديو خاص فيني وأطور الناس عرايس أطفال. فبالبداية لما حاولت أني أقبل على افتتاح المشروع كان البعض يقول لي أنه كيف أنت يعني متزوجة وعندك بنت كيف بتوفقين بين التصوير وبين بنتك وبين حياتك. حاولت أنه أكمل يعني ما همني اللي قال، حاولت أنه تكون لي بصمة خاصة. سميت الاستوديو على اسم بنتي إيلين، استوديو مرفق بصالون نسائي حاليا. لا تخلون أي شيء يحطمكم في تحقيق حلمكم أو أنكم تطوروا موهبتكم، حتى لو كان البيئة اللي حولكم تعطيكم كلام سلبي طنشوا الكلام السلبي، دام أنت بداخلك أنه لازم تحققين هذا الشيء أنت قادرة أن تحققينه. معاشي أم عبد الله من الديس، تعلمت البخور بالصدفة. أنا كنت في عدن ولما التقت معي في ورقة على الشنطة ونزلت من داخل عدن لحضرموت ودخلت مع رجال الله يرحمه بالتحدي لأني أنا لازم أسوي بخور عدلي. بعدين ضحك علي قال كيف أنت بنت حضرموت بسوي بخور عدلي؟ قلت له والله أنا بسوي يعني خلاص الفكرة طرحت في راسي بسوي. دخلت شلة الورقة وجبت لي من عند العطار سامان. في البداية المرة تعبت مرة يعني احتسف علي وزي كده، وني صامدة وجات بعدها وما شاء الله وانضبط معي ما شاء الله شلات، وكنت نشتغل في يعني نشتغل وشلة وما شاء الله زملائي كميات يعني بالثلاثين وبالأربعين وبالخمسين كانوا عسكر وده شلون تمت الفكرة نمارس. لما في خلال قبل سنتين في دورة في الغرفة التجارية قال ده بخور عماني، قلت يلا كاجر بي البخور العمان، دخلت فيها ما شاء الله ونجحت ودخلت دورة سيدة أعمال في معهد نماء وطلعت الأولى، ودخلت معهد الغرفة التجارية ما شاء الله وطلعت الأولى والحمد لله ناجحة. وبعدين سويت تدريبات في مراكز تحفيظ في بيتي يعني بيني وبين زبايني عادي نعطيهم كل حاجة سر المهنة ماشي عندي. ها قد عدنا أم عبد الله لصناعة البخور والعطور، أمون سعيد بن هامل صاحبة استديو إيلين، رانيا بامسعود للتصميم والثيمات وتغليف الهدايا، بسمة فارس صاحبة استديو بسمة لتصوير المناسبات والأطفال. الأربع الفتيات هن بطلات التقرير، فتيات بدأنا من الصفر وما أصعب الصفر، بدأنا من الصفر دون كلل أو ملل، بدأنا بجد واجتهاد
بإصرار ورغبة وطموح، والأهم من ذلك كله بدأنا بحب. تابعنا معهم في التقرير قصة الكفاح وتكللها بالنجاح والفلاح. على الصعيد الشخصي فأنا فخورة بكن يا بنات، أنتن مثال وبكن يرفع الرأس. دعوني أخبركن أنكن فتيات ذو استقلال مادي خاص. بكم أنتن مكنتن أنفسكن اقتصاديا، وهو ليس بالأمر البسيط. لذلك أنتن خير مثال، وأتمنى أن نحذو حذوكن. نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. عدنا وإياكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، وما زلنا مستمرين في الحلقة وموضوعها مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في التمكين الاقتصادي النسائي. بالحديث على مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصفتها قبل الفاصل بالصديقة الحميمة والصديقة الصدوقة للكل، مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات قدرت أن تتيح للشباب فرصة ومجال للعمل. نحن نعلم أن الواقع الذي نعيش فيه، هذا هو العالم الواقعي، مرير مليء بالعراقيل، خصوصا الحرب. عندما مرت بالحرب ألقت بظلالها على الجميع، لا توجد مرتبات، لا يوجد وظائف حكومية، الوضع من سيء إلى أسوأ. في اتصال. ألو، مساء الخير، من معي؟ سوسن. كيف حالك يا سوسن؟ تمام الحمد لله. كيف كنتي؟ تمام الحمد لله. سوسن أبو بكر، كيف حالك يا سوسن؟ إيش أخبارك؟ الحمد لله. سوسن، كلمينا على الحساب اللي عندك وإيش بتسوي. فأنتي من البنات اللي مكنتي نفسك اقتصاديا بنفسك؟ أيوة الحمد لله. الحمد لله. طب احكي لنا عن التجربة يا سوسن. طيب، أنا اسمي سوسن أبو بكر راسنمان، صاحبة مشروع متعد حضرموت. صاحبة مشروع إيش؟ مبدعات حضرموت. مبدعات حضرموت، والمشروع هذا مختص بإيش يا سوسن؟ بالحلويات والمعجنات. واو، تمام. أولاً بديت مشروعي، بديت أروج له عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. استخدمتي إيش من وسيلة يا سوسن؟ بداية الواتساب، بعدين استخدمتي وبعدين طورتي للإنستغرام. أيوه. تمام. كيف شفتي القبول المجتمعي من حولك يعني؟ والله الحمد لله، يعني قربت وسائل التواصل الاجتماعي قربت. نعم، يعني الناس عرفونا أكثر. نعم. ايه. وكيف شفتي الدخل المادي العائد من الحلويات اللي بتسويها؟ الحمد لله. يعني إذا مثلا قلنا على مستوى الشهر، فيكن شهريا دخل مادي؟ الحمد لله، يعني اللي يسد الاحتياجات. يسد الاحتياجات. الحمد لله. طيب ايش بتسوي يا سوسن؟ قولي لي ايش بتعملي؟ كيك، معجنات، حلويات، ايش؟ قولي لي. تقريبا كله، بس يعني الفترة الأخيرة هذه اتجهت أكثر شيء للكيكات. للكيكات. وكيف تشوفي يعني في إقبال؟ يعني مثلا الآن كمان في محلات، مثلا الهايبر، فندق البستان يا سوسن، بيعملوا يعني هذه أماكن تكون فخمة ومصدر موثوق. ليش تحسي إنه الناس تلجأ لك كسوسن بدل ما إنه تروح لهذيك الأماكن الفخمة؟ أكيد، لأنه شغل المحلات مو زي شغل البيوت. ايش اللي يميز؟ طيب ايش فيه شغل البيوت من وجهة نظرك يا سوسن؟ من كل شيء، يعني الحشوات غير، الشغل نفسه غير، في جودة يعني، وفي شغل متعوب عليه يا سوسن. اكيد، ايوه اكيد.
طيب كيف بالنسبة للأهل يا سوسن؟ يعني في البداية شجعوك ساعدوك كيف؟ لا الحمد لله كلهم شجعوني ساعدوني صراحة، يعني ما حد كان معارض أبدا. نعم. طيب ناوية تكملي إن شاء الله؟ أكيد إن شاء الله. طيب نبدأ أكثر إن شاء الله. طيب هل يعني أصبحتي منتظرة للوظيفة الحكومية ولا خلاص فرحانة بمشروعك حق مبدعات حضرموت؟ لا لا الحمد لله، أنا أصلاً كانت هي هواية ونميتها وإن شاء الله بنميها، يعني بوصل للي بغيته أكثر إن شاء الله. طيب يا سوسن إيش بتقولي للبنات؟ إحنا الآن على الهوى، إيش بتقولي للبنات الضايعة التايهة اللي لسه ما رستش على فكرة معينة، لسه متخبطة في مصيره، إيش بتحبي تقولي لهم؟ هي أي واحدة تكون يعني تشوف الحاجة اللي تبدع فيها، الحاجة اللي هي تكون حبتها، نعم، الهواية اللي تكون عندها، نعم، تحاول إنها تنميها تطورها. نعم. طيب يعني هو في البداية ضروري يكون في خوف، يكون في توتر، يعني أنت ما تكونين عارفة يعني هل الناس بيحبون ذا الشيء ولا لا. نعم. بس الحمد لله يعني الواحد تكون واثقة يعني بالشيء اللي يسويه. نعم. طيب في حاجة تانية تحبي تضيفيها يا سوسن؟ أنت على الهوا استغلي الفرصة. تروقي مثلا، تروقي للحساب حقك، اشتروا من مبدعات حضرموت وكذا. الحمد لله أنا لحد الحين أنا راضية بزبايني بحسابي بشغلي، الحمد لله أنا راضية. ايش شعورك وانتي متمكنة اقتصاديا، ما انتيش محتاجة لحد تقولي له اعطيني مصروف، ايش شعورك؟ اكيد تقع بالنسبة يعني هي قلت لي شوف الموضوع كله كان مجرد هواية، يعني مش مسألة انه دخل ما دخل. نعم. وكان الموضوع انه هواية والحمد لله يعني لحد الحين بقول له راضية على الشيء اللي يعني قاعدة اسويه. نعم. نحاول اكثر، يعني انا كنت يعني عارف في حاجات كثير ناوي اني اوصلها. نعم. ايه الحمد لله يعني. أنا سعيدة بوجودك معنا على الخط يا سوسن وأشكرك على المداخلة. شكرا شكرا شكرا. الثقة بالنفس، هذا ما قال له سوسن أبو بكر صاحبة حساب مبدعات حضرموت. الثقة بالنفس لما تمكنت اقتصاديا وصار عندها دخل خاص فيها ومش منتظرة آخرة الشهر مصروف من أي أحد، صار في ثقة بالنفس. مواقع التواصل الاجتماعي وعالم الانترنت وثورة التكنولوجيا والمعلومات، هذا اللي احنا بنسميه العالم الافتراضي. يا جماعة يا بنات، العالم الافتراضي يعطي لكم فرصة ويتيح لكم فرصة بانكم تشتغلوا وتروقوا يعني نوعا ما هالعالم هذا له سلبياته ولو إيجابياته، بس إحنا لو ركزنا على الإيجابيات، لو استغلينا هذه الإيجابيات حنفلح، على الأقل نحس إنه في عالم بيعطي نحنا فرصة بدل ما إحنا عايشين في العالم الواقعي هذا المرير المليء بالعراقيل وظلال الحرب والنزاع والصراع وغياب الوظيفة والنكبة الاقتصادية اللي بيعيشها اليمن ككل. أضعف الإيمان، العالم الافتراضي يعطي لك دفعة إلى الأمام. دورة التكنولوجيا هذه والمعلومات إذا تم استغلالها بالشكل الجيد فهذا لصالح الجميع. معنا اتصال، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ جود. جود كيف حالك يا جود؟ الحمد لله بخير. إيش أخبارك؟ الحمد لله لا أخبر. تمام جود، لا ترتبكي شعابي، أنا أحسك خايفة. خديها ببساطة يا جود. جود كلميني على الحساب اللي عندك أو المشروع الصغير اللي أنت عملتيه. أول شيء مشروعي يعني خاص حق بنات، اكسسوارات. أوكي اكسسوارات، واو خرج كذا. تمام حلو. من فين بدأت تجي لك الفكرة يا جود؟ والله فكرة مو فكرة هي فكرة بنت أخوي وشريكتي نفس المشروع. تمام. شريكة عندك شريكة في المشروع؟ بنحبين الأشغال اليدوية. أوكي. شجعتني كده وعطتني الفكرة اشتغل مثلا. يعني أنت كان لك ميول مثلا في التصميم والخرز والحاجات دي والخياط والشي وكذا يعني؟
ايوه بس ما كانت الفكره موجوده يعني عند المين بيشتري، انا بس حق هوايه. تمام، والان لما طبقتيها احكي لنا مثلا كيف عملتي، كيف فكرتي انك تروجي عبر السوشيال ميديا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف مثلت؟ كيف قلت لك الفكره انك تروجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ ليش اخترتيها بالضبط مواقع التواصل الاجتماعي؟ احنا اول شيء بدينا يعني مو على التواصل الاجتماعي، بدينا في البيت كذا بين البنات. تمام. بعدين حبينا نطور من شغلنا كذا، الحمد لله لقينا اقبال. لقيتوا اقبال. طيب اي وسيله استخدمتيها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ اول شيء بدأت بالواتساب، بعدين انستغرام. يعني المرحله الاولى واتساب، الستيب نمبر 2 الانستغرام. طيب يا جود، شفتي في اقبال؟ ايوه الحمد لله والله، يعني مقارنه لما كنا نشتغل في البيت. ايوه على التواصل الاجتماعي مره يعني بتحسي انه مواقع التواصل الاجتماعي ساعدنكم وساندنكم؟ ايوه الحمد لله مساعده وكل جهه. طيب كيف الدخل المادي في الشهر؟ كيف تشوفي الدخل المادي؟ يعني الحمد لله اوضاع البلاد كذا وحالتهم، يعني نفسها السلعه تباع هنا. نعم. من هي نفس في الأماكن الثانية تكون غالية، عندنا رخيصة، بس الحمد لله يعني دخل كويس. دخل كويس، أهم شيء إنه بيكفيك يا جود. أيوة الحمد لله. طيب إيش بتوجهي للبنات مثلاً اللي يحسوا عادهم بيأس وتخبط، ما فيش وظائف، الوضع الاقتصادي كمان سيء للغاية، إيش بتنصحيهم كونك صاحبة مشروع يا جود؟ اي واحدة يعني عندها حلم وعندها طموح وهدف، احس انه ما لازم توقف يعني ولا تيأس. تمام. تغير هدفها وتمشي نحوه، يعني اهم شيء انها ما تسوي حاجة غلط. اوكي. الحمد لله ربي بيعينها، واهم شيء الاهل اذا هم واقفين جنبك ما عليكم بعد. انت كيف الاهل كانوا معاكي لما بدأت المشروع؟ الحمد لله اكثر شيء اكثر يعني احد ساندني اهلي اول شيء. نعم، كان في دعم وكذا الحمد لله. نعم، كان في دعم من الأهل. أيوة. طيب. الحمد لله ساندين. طيب البنت مثلاً كيف تفكر تأخذ المشروع؟ يعني أنا مثلاً كيف أجيب فكرة المشروع؟ من فين أبدأ؟ ما هذه النقطة صعبة. يعني أنا كيف أعرف؟ من البنات لها ميول خاص. نعم. يعني تميل لحاجة، مثلاً أنا أميل الأشغال اليدوية. تمام. شفت نفسي في هالمكان وعلى طول. طيب ايش شعورك الان وانت متمكنه اقتصاديا يا جود، ما انتش محتاجه لاحد تحكي له اعطيني مصروف؟ الحمد لله شعور صراحه يعني ما اقدر اوصفه نفسي. لا اوصفي، حابه اعلم، جبتيني فضول. يعني ما ادري كيف اوصفه. ايش شعور ايش يعني؟ اهم شيء انك تكون متمكن، ما تطلب احد، ما تنتظر احد من شيء. نعم. يعني شيء من احد قصدي. خلاص يعني انك تعتمد على نفسك، اي حاجه نفسك فيها انت تشترينها، ما تحتاجين احد، ما تنتظرين احد يجيبها لك. صحيح. الحمد لله يعني. يعني شعور التمكين حلو يا جود. كيف؟ شعور التمكين حلو. مرة حلو. مرة حلو. طيب ايش اسم حسابك على الانستغرام؟ اسمه كولكشن ايجي. كولكشن مجموعة جود وافنان. افنان هذه اللي هي شريكتك؟ ايوه بالضبط شريكتي. نوجه لك تحية يا افنان على الهواء مباشرة. اذا كولكشن اي جي ولا جي اي؟ اي جي. اي جي يعني بالبداية اي افنان وجي جود. ايوه عشان هي اكبر مني الاولى. وهي صاحبة الفكرة على فكرة، على ما قلت. ايوه هي صاحبة الفكرة على قولك. بالضبط. طيب جود، قبل لا اختم معاك تحبي تقولي حاجة او توجهي رسالة معينة مثلا للبنات او شيء؟ او رسالة للبنات انها لا تنبسون عن اهدافكم وطموحاتكم، حققوا اي شيء تتبعونه بس ما تحققوه. تسلمي لي يا جود، شكرا. شكرا. كانت معنا على الخط جود، صاحبة حساب او متجر كولكشن اي جي.
مواقع التواصل الاجتماعي أنا سعيدة أني ساعدت البنات بالشكل هذا، لكن حابة بس أقول شيء. منصتي 30 اليمن، طبعا هي منصة ومشروع تابع لإذاعة هولندا العالمية، وصفحتهم على الفيسبوك قالوا بعمل قاموا بعمل استبيان في العام الجديد اللي هو 2019، والنتيجة كانت من الاستبيان 60% يرغب باكتساب مهارة جديدة، 60%، بينما 53% يرغب بتحسين وضعهم المادي. يعني بالمجمل العام النسب كانت فوق النص، وهذه نسب حلوة في إنك أنت يعني تحاول إنك تكتسب مهارة جديدة، وفي تكون في محاولة إنك تحسن وضعك المادي. هذا كان استبيان عملنا منصة 30 اليمن زي ما قلنا التابعة لإذاعة هولندا العالمية. طبعا الاستبيان كان لشباب وشابات يمنيين بس، لكن النسب كانت مبشرة بالخير ومؤشرات حلوة إنه نشوف تمكين اقتصادي أمام وأمام. طبعا أنا حابة أنوه إنه التمكين الاقتصادي النسائي له عدة أنواع، ولوب يعني في باع بهذا الموضوع، ولكن أنا اخترت التمكين الاقتصادي النسائي الذي يبدأ من الصفر. في جهات أحيانا معينة وجهات معنية ومختصة تتبنيك، سواء تابعة للسلطة المحلية أو مرافق حكومية أو مجتمع أو منظمات مجتمع مدني. في المهم أنه يكون في موضوع تبني، يعني نقدر نقول في موضوع دعم. أني بعدت التبني هذا وبعدت الدعم على جنب، اخترت البنات التي لا ينتظرن دعم من أحد، بدأنا من الصفر كما قالوا المتصلتين إلى الآن سوسن وجود. بدأوا في الواتساب، شوفوا كيف تطور الحكاية، تبدأ بالواتساب ينشروا أعمالهم، يبدأوا يأخذوا حجوزات، يبدأوا على قليل قليل على شوية شوية، أول ما ربي يفتح عليهم ويمشوا بالموضوع وهكذا يبدأوا يعملوا حساب على الانستغرام في اتصال، يبدأوا يعملوا حساب على الانستغرام كمرحلة ثانية. فمعظم البنات أول ما تبدأ على الواتساب، وبعدين المرحلة الثانية على الانستغرام، وبعدين يا جماعة موضوع الأهل والأقارب والصديقات في هذا الموضوع مطلوب، مطلوب من نحن التشجيع هذا والمساندة لهم. ومعنا اتصال، نقول ألو. ألو مرحبا. الصوت بعيد. ألو. ألو. ألو مرحبا. ألو. أرفعي صوتي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ ألو. أيوة ألو أسمعك. أيوة مع شروق باب كير. شروق باب كير، كيف حالك يا شروق؟ الحمد لله بخير. إيش أخبارك؟ الحمد لله طيبة. شروق كلميني على المشروع الصغير الذي عملتيه. بس ارفعي صوتك يا شروق. الو. ايوه تمام تمام انا بسمعك، بس ارفعي صوتك، صوتك شويه واطي. تمام. والله مشروعي هو بوتيك نوفمبر. بوتيك نوفمبر. بوتيك نوفمبر. اوكي. ايش بتبيعي في البوتيك هذا؟ كيف؟ ايش البوتيك هذا متخصص في ماذا يا شروق؟ متخصص في الملابس. ملابس، واو اوكي. طبعا فكره البوتيك ما تعتبر جديده بالنسبه لي. نعم. تحديدا جاءت الفكرة من ضعف المنتجات اللي في الأسواق، يعني نطلع الأسواق ما نلاقي المنتجات اللي تستاهل وتستحب أن ندفع عليها. من هنا فكرت أنه ليش مش أنا اللي أجيب، ليش مش أنا اللي أستورد. طبعا البوتيك هو موجود على شبكات التواصل. طبعا شبكات التواصل في الانستغرام خدمتني أني نعرض المنتجات اللي أستوردها مع وصفها مع تفاصيلها. طبعا وتكون في آلية مستخدمة للحجوزات والتوصيل وإلى ما ذلك. نعم. كيف أول حاجة بدأتي دي على الواتساب صح؟ كل المتصلات إلى الآن قال واتساب. أيوة بدأت واتساب والانستغرام. يعني وصلتي للمرحلة الثانية واللي هي مرحلة الانستغرام. نعم. طيب غير الملابس إيش كمان بتبيعي؟ ملابس، اكسسوارات، وأحيانا تكون في طلبات خاصة حسب رغبة الزبون.
طيب يا شروق، انت الحاجات هذه من فين تستورديها؟ تكون الامارات، احيانا الصين، احيانا السعوديه. واو يا شروق، تلعبي على الثقيل. لحظه، ذكري الدول. الصين. اذكري لي من اين تستوردي بضاعتك؟ الصين، الامارات؟ نستوردها من الصين، واحيانا تكون الامارات، احيانا السعوديه، على حسب المنتج نفسه. يعني انا مثلا ايش ما طلبت بتوفري لي اياه وبتستوردي لي اياه؟ ايوه، ليش لا؟ ينخاف منك يا شروق، تلعبي على الثقيل. طيب ليش سميتيه بوتيك نوفمبر؟ ايش قصه نوفمبر؟ والله لي ارتباط مع نوفمبر، مع الشهر تحديدا، شهر نوفمبر. هل هو شهر مثلا مولدك؟ لا، قريب منك. طبيعي، يعني كل اغلب الاشخاص ميالين للشتاء. اها، بتحبي الشتاء يا شروق. ايوه. طيب شروق، كيف شفتي الدخل المادي من مشروعك؟ والله شفت الدخل هو يكون موسمي، يعني فترات يكون الدخل جيد واحيانا يكون لا موسمي. فالواحد لازم يتبع الموسم، على سبيل المثال موسم الاعياد او الزواجات، ويحاول قدر المستطاع يوفر المنتجات المتناسبه مع الموسم عشان يكون الاقبال جيد. طيب هل في رساله بتحبي توجهيها للبنات اللي هم ما عندهمش رؤية؟ يعني كيف؟ في رسالة تحبي توجهيها للبنات اللي ما عندهمش رؤية معينة مثلا؟ ممكن بقول عبارة واحدة، خلقتي أنثى وخلقت معك القدرة لفعل أي شيء ترغبين به. الأنثى هي الوحيدة التي بيدها مصابيح النور. بيدها مفاتيح؟ مصابيح النور. مفاتيح ولا مصابيح؟ مصابيح النور. مصابيح النور. كلام يا شروق، شكرا. شكرا لك. الله، شكرا لك. يعني الموضوع كبير، الكلام اللي قاله شروق بابكير كبير. قالت نتيجة ونظرا لضعف المنتجات بالسوق، واروح اشتري حاجة وادفع حاجة غالية وباهظة الثمن على بضاعة ما تستاهل ولا تستحق، فانا اقوم استورد من الخارج. ومواقع التواصل الاجتماعي فادنا في حاجتين، فادنا في ان تروج وتسوق لمشروعه، وفادنا في ان تبحث عن المنتجات في عبر كمان مواقع التواصل الاجتماعي. خبرنا ان بتستورد من الصين والامارات والسعودية. هذا شيء، والله شيء جيد وبادرة طيبة يا شروق. وأنا سعيدة أن أنا أشوف بنات من حضرموت ومن مدينة المكلا قدروا يوصلوا لهذه المرحلة. وتلعبي على الثقيل ما هو إلا مدح يا شروق، وإعجاب بالمكان اللي وصلتي فيه. طبعا يا جماعة، تتنوع وتتعدد الوسائل في مواقع التواصل الاجتماعي، في واتساب، فيسبوك، انستغرام، سناب شات، تويتر، كمواقع التواصل الاجتماعي. بس كترويج معظم البنات، وكما قالوا أنه يبدأوا بالفكرة اللي تكون صغيرة وبداياتها على الواتساب. بعد كذا لما يكون لهم طلب ومعرفة وشهرة يبدأوا ينتقلوا إلى الانستغرام. بطبيعة الحال سناب شات والتويتر يعني مش مستهلك كثير في اليمن، طبعا نظرا لسوء خدمة الانترنت، وليس لشيء ثاني، لأنه التطبيقين هذول بالذات يحتاجوا إلى خط انترنت قوي. فعشان كذا باليمن بشكل عام عموما نحس انه واتساب، انستغرام، فيسبوك، هذول المشاهير اللي عندنا. طبعا انا حابه انوه انه انا اليوم في الحلقه لبست اللون البنفسجي رمز للطموح، لانه اللون البنفسجي عاده يرمز للطموح، فارتديت اللون البنفسجي تزامنا مع الحلقة، وعشان كمان نوصل رسالة. أنا بؤمن بإشارات الألوان، على فكرة بؤمن بإشاراتها، وعشان نوصل رسالة للبنات واللي بتتفرجي علينا الآن، وإن النساء اللي في البيوت، احلمي، فكري، عيشي، اطمحي، ليش لا؟ كل البنات اللي اتصلوا من حضرموت، عاديات، بدأوا واحدة واحدة، خطوة بخطوة، لما نجحوا في اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. من معي؟ معك أحلام فيصل، صاحبة مشروع دريم كيك. أهلا يا أحلام فيصل، كيف حالك؟
الحمد لله حبيبي، كيفك انتي؟ تمام بخير، ايش اخبارك؟ والله الحمد لله نحمد الله. عسى تكلميني وما فيش كيكه بالفرن يا احلام. لا الحمد لله اطمن يعني. الحمد لله اكلمك بكل اذان وصاغيه لك. الحمد لله، كلميني على مشروعك يا احلام، كلميني على مشروعك، كيف بدأتي به؟ دريم كيك. والله يعني البدايه بيني وبينك كانت يعني كلام بنات انه ايش رايك يا احلام تسوي مشروع. خرجنا من الجامعه ويعني فتره وقفنا تقريبا بعد الجامعه ما فيش اشغال. نعم ما فيش اشغال، ما لقيت الشغل للان يا احلام. لا ما في طبعا الشغل. خريجه ايش يا احلام؟ خريجه لغه انجليزيه. لغه انجليزيه، اوكي. فجلسنا نفكر وحاولنا كم مره كذا كم فكره لغايه انه حسيت انه ميولي في المطبخ شويه، بس انه حبيت احدد شيء معين يعني مش المطبخ بشكل عام. تمام كذا فتوجهت للكيك. واحده صديقتي الله يذكرها بالخير قالت لي ايش رايك تسوين كيكه اعراس ومش عارفه ايش وفي ذيك الفتره يعني قبل 3-4 سنين كان يا دوب عدد محدود جدا. تمام. يسوون كيكات الاعراس في المكلة يعني، ويمكن اعتبر من اوائل الناس يعني اللي كانوا محدودين اللي بدأوا يسوون عجينه السكر. اها تمام. فبدانا من النقطه هذه وبدايه كانت صعبه شويه خصوصا انه تعليم ذاتي يعني ما في دورات ما في شيء. صحيح. فالحمد لله بدات حبه حبه وبعدين ضحى صديقتي الثانيه الله يذكرها بالخير كمان اسمها خلود، هي اللي اعطتني فكره انه اروج مشروعي عن طريق الانستغرام. ما كان عندي اي فكره عن الترويج الالكتروني او اني ممكن اسوي حساب. نعم. هي اللي اخذت المبادره دي وسويت حساب باسمي. نعم. وطرحت صور الكيك حقي والحمد لله يعني ربي فتح علي من البدايه وشويه شويه وصب في تحسن في الوضع في شويه مواد في مش عارفه ايش يعني. نعم. تغيرت شويه يعني البدايه كانت صعبه الان الحمد لله يعني. طيب كيف شفتي الدخل المادي معك من المشروع حقك يا احلام؟ الحمد لله يعني واحد ما ينكر فضل الله بصراحه الحمد لله الدخل منه كويس. نعم. بس المشكله شويه احيانا في الناس يعني مع احترامي الشديد طبعا مش الكل. نعم. في فئه من الناس يعني ما تقدر شغل البيت. اها. يعني شغل البيت يكون متعب مش زي شغل المحل. المحل صح. ما شاء الله محل. صحيح. جاري كميات كبيره افران كبيره يعني يستوعب اشياء اكثر. لكن انت شغل البيت ممكن احيانا تجلسي يومين على كيكه اذا هي كيكه عرس او كيكه كبيره او فيها شغل يعني تاخذ من وقتك ووقت اسره يعني وقت الاسره ووقت العائله. صحيح. فما يقدرون السحب ما يقدرون انه انت تاخذين مواد بكميات بسيطه شغل بيت يعني يقوموا يطالبونك بانقاص سعر الكيك. ايوه يعني ممكن احيانا المحلات تاخذ اسعار دبل الاسعار يعني وعادي يعني يقول لك هذا محل. بالعكس هو يعني لازم هذه النقطه لازم تتوضح انه شغل البيت وشغل اليدوي احنا في البيت لما نشتغل شغل يدوي يعني نحط كل وقتنا وتفكيرنا وجهدنا في شيء واحد. صح. عشان ما ناخذ اكثر من شيء. صحيح. فلا تيجي انه كمان يعني في خيارات انه انت حابه ايش من شكل وحابه ايش من حشوه وحابه مش عارفه ايش يعني ما اتكلم بس تخصصك هيك اغلب اشغال البيوت والشرف اليدويه تاخذ وقت ومجهود. صحيح. يعني خصوصا مع البنات ومع الحريم يعني صدقيني يعني ووقت من وقت يعني اولادنا من يعني تعب علينا شويه. فهم لا انه واخذين شغل البيت لا ايش حصل له انت هي مجرد كيكه يعني تستقبل الكلمه هذه جد يعني. صح تقهري. طيب سعر الكيكه يعني انها مجرد كيكه لا والله صدقيني الكيكه هذه وقت ومجهود وتعب وتفكير طول الليل شو اسوي لك من شكل وحابه انها تكون يعني حاجه تفرحك. الكيك الان مده زمان الكيك الان يا اخت عبير صار انه الكيكه من غير اي كلمه فيها تدلك على المناسبه. كيكه ممكن تكون حق مولوده كيكه تكون حق مطلوبه من شكلها. صحيح. ايش الان تطور موضوع الكيك وصار ادواته غاليه شويه وخصوصا هنا ما في ادوات لازم نجيبها من برا ومش عارفه ايش يعني في ناس الحمد لله عندهم استطاعه انها تسافر تجيب عندها استطاعه تروح تاخذ دورات. طيب يا احلام اخذناها احلام سعر الكيكه مش عارفه ايش احلام شويه. نعم نعم سعر الكيكه عندك تتراوح من كم لكم تقريبا؟ والله شوفي على حسب انا دائما احسب الشكل على حسب الحجم ممكن. نعم. 5 ممكن 6 ممكن 10 ممكن على حسب طبعا عجينه. اقل كيكه تشتغليها كم؟ ما اسمعك؟ اقل كيكه اقل سعر ممكن تشتغليه كم؟ حاليا؟ ايوه يعني ممكن من حدود 5-5500 صراحه مع غلو الاسعار، انا مبسوط اسعار مواد الكيك الى الان ما هي رخيصه. صحيح. يعني ما شفنا اي نقص في مواد الكيك بالعكس
معقده ولسه في زياده. يعني يشكل غلاء الاسعار كمان عقبه لكم؟ اكيد ما يا ما كل شيء محسوب علي، الالوان محسوبه علي، اجيب الوان مثلا ماركه انه الوان حلوه عشان تعطي شكل، محسوب علي اجيب، محسوب علي البورد اللي تحت الكيكه نفسه. صحيح صحيح، يعني محسوب علي كل شيء، بيض سكر مش عارف ايش المواد هذه كلها، ارتفعت اسعارها. صحيح، كنا نسوي الكيكه مثلا من 2500. صحيح، البيض ثلاثه الان الكيكه تلاقينا في اصغر محل ثلاثة أربعة، وهي أصغر شيء. صحيح، كمان يعني الحجم اللي أكلمك عليه مش الحجم الصغير، ما أتعامل فيه مرة، يعني حجم متوسط. نعم. طيب يا أحلام، كلميني مثلا لما بدأتي بالمشروع هذا حاليا وبتشتغلي والكيك، وفي ظل المعاناة اللي بتسرديها لي، يا ترى هل هذا أعاقك عن الأمومة؟ لا والله، شوف انا انا بدات مشروع الكيك طبعا قبل ما اتزوج بفتره يعني، تمام ولله الحمد واشتهرت فيها ونجحت وما انكر فضل الله وفضل يعني، والناس كمان بصراحه الحمد لله كان من اخذ مني جاب لي زباين ومدحني وقلت لك انه كان محسنين ما شاء الله، الان الله يوفق الجميع ما شاء الله، انتشرت المشاريع. نعم، وبعد وبعد الزواج يا احلام؟ بعد والله وانا وقفت فتره بيني وبينك قبل الزواج، كنت في كان ظروف شخصيه وقفت فتره. نعم، ومع الزواج كمان استمريت موقفه يعني، لكنه مولود الاول ما اعاقك لا بالعكس، حسيت انه الامومه لما جبت مولودي يعني الاول حسيت انه الامومه خلتني يكون عندي حافز اكثر. نعم، انه لا انا حابه والله اسوي شيء لابني، حابه اسوي شيء لنفسي. نعم، يعني لا حابه انه ما بجلس زي ما كنت. صحيح، ارجع زي يعني زي الاول، ارجع واحسن. نعم، ان شاء الله، خصوصا مع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي الواحد يعيشها هذه. صحيح، يعني لازم التعاون يعني. بالضبط، أحلام حسيت إن الكيك هو الحب يعني الموهبة اللي عندي اللي يعني بتتمتعي فيها، فحب ما حبيت إني إيش؟ أيوة، الموهبة اللي بتتمتعي فيها. طيب أحلام، أيوة أحلام، وصلت الرسالة حقك وكلامك، وحابة أختم معك. تسلمي تسلمي، وشكرا وشكرا على المداخلة يا أحلام والتفاصيل. لا مشكورة أنت على أنك تضلوا على الأمور اللي زي هذه، ويعني تعيني وتعاون إن شاء الله، ونشوف لك إن شاء الله في أحسن المراكز يا رب. آمين، شكرا يا أحلام. تسلمي يا روحي حبيبي. تسلمي تسلمي تسلمي. فكرة حساب أحلام، شوفوا بدأت الفكرة كلام بنات، بنات كانوا كلام يتكلموا إيش رأيك تعملي وإيش رأيك تفعلي، كان كلام بنات، بدأ مجرد كلام بنات، قد يكون مزحة قد يكون دعابة، الحلو إنه هذا الكلام البنات تحول إلى مشروع جدي وفعلي وحقيقي. طبعا أحلام ما فيصل صاحبة حساب دريم كيك ومتخصصة بال الحلويات والكيكات على الـ على الـ على وجه الخصوص الكيكات، في بعضهم يعملوا معجنات وحلويات لا، لكن أحلام على الكيكات. أحلام اتطرقت لموضوع حلو إنه المواد اللي بيستخدموها في ظل غلاء الأسعار، أنا مثلا لو أجي أطبخ كيكة السكر غالي والبيض غالي والدقيق غالي، ويجوا زباين الله يهديهم بس يفاصلوها وكذا لمجرد إنها بتشتغل من المنزل. للعلم شغل المنزل يجي كمان متقن، يجي في تعب، يجي في حب زيادة، زي ما قالت تفضي وقتها وما تاخدش حجوزات عشان تشتغل كيكة واحدة، وبالأخير يعني ما يقدروش جهودها. يعني انت احيانا حتى المرأة لو يا أخي شجعها، يا أختي شجعيها سانديها، ما انت هتروحي تطلبي من المحل من أي مكان من أي فندق من أي مول من أي، وحتدفعي الألوف. يعني لما تكون وحدة شاقية وتعبانة ومكافحة حتضلي تفاصليها ومجرد كيكة، انت عارفة الكيكة هذه تاخد كم مجهد. احيانا الاحباطات المجتمعية يعني مش كفاية الحرب والدولة والوضع وكل حاجة، لا كمان من المجتمع اللي حوالينا احنا ومن البقية. مشاهدينا وصلنا للختام، وصلنا للختام. طبعا قبل لا أختم الحلقة، هذه كانت حلقة نسائية بامتياز،
أنا كنت مبسوطة بالنواعم اللي كانوا معنا بالحلقة، سعيدة لو أذكر أساميهم، سوسن وشروق وأحلام وجود، هذول اللي أنتم خير مثال. وأنا على الصعيد الشخصي فخورة بكم يا بنات، وأشكركم على هذه المداخلة واستعراض تجاربكم. ووقت البرنامج للأسف ما عاد يسعش نحن أنه نحن نكمل، فوصلنا للختام. سيدتي الجميلة، سيدتي الجميلة، كما قالها راغب علامة، أنت القوية وأنت الشجاعة، من ذا الذي صور لك قلة الحيلة وأنت المستحيلة في الضعف والهوان، فكلك عنفوان، فقد تضربي العوامل التي حولك عرض الحائط، اجمعي مهاراتك وملكاتك فأنت الموهوبة، توكلي على خالقك فهو حسبك وابدئي. كنت معي أنا عبير واكد، ألقاكم السبت المقبل، إلى اللقاء.